نتابع زي ما احنا متعودين كل يوم يبقى في جديد طبعا للنادي الاهلي والفرق المختلفه. تكون معانا زميلتنا العزيزه جدا مريم سميح موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم طبعا صباح ليكي انا وفاروق في البدايه كل الساده المتابعين دلوقتي بونجور عليكي وصباح النصر. وقبل اي حاجه انا حابه بس اروح معاكي لسؤالي، لان انا سمعت النهارده ان في اقبال جماهيري ومن الاعضاء بشكل كبير جدا، وبيقولوا في تحسن في كمان حاله الطقس وغيره، فادينا نبذه عن المشهد عندك كمان وبعد كده نروح وننتقل لاخبار الفرق. اتفضلي. صبح عليكي يا نهاوند، بصبح عليكي يا فاروق، وبقول لك طبعا منور استوديو 10 الصبح في الاهلي قبل اي كلام، ودايما مزيد من النجاح والتالق. طبعا يعني يا نهاوند هبدا من النقطه اللي انت ذكرتيها، الحقيقه ان فعلا في اقبال كبير جدا على مقر النادي الاهلي بالجزيره، خاصه ان النهارده اول يوم دراسه رسمي الحقيقي سواء في المدارس او الجامعات، فعلشان كده يعني يمكن كل اولياء الامور استغلوا ان هم انتهوا من توصيل ابنائهم سواء للمدارس او للجامعات في اول يوم، بعد كده بقى اتجهوا على مقر النادي الاهلي بالجزيره علشان يعني يقضوا يوم من هنا حتى انتهاء اليوم الدراسي الاول، وبعد كده يعني يعودوا مره اخرى للمدارس يعني بقى لرحله العوده من المدارس في اليوم الاول. وخليني كمان اتكلم معاكي في فكره كمان الاقبال الشديد بسبب انخفاض في درجات الحراره وانتهاء بقى فصل الصيف بشكل رسمي، وخلاص بقى نسمات الخريف يعني طلت علينا بشكل رسمي، والحقيقه ان ده اللي مشجع عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي وتحديدا بمقر النادي الاهلي بالجزيره ان هم يكونوا متواجدين في الساعات الاولى من الصباح الباكر زي ما احنا طبعا متابعين على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني بقى يا نهاوند ويا فاروق اروح معاكم لكل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى، وطبعا بدايتنا مع الفريق الاول لكره القدم زي ما عودنا كل جماهير النادي الاهلي. يعني الحقيقه ان امبارح بدون راحه كان المران تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني، ده طبعا عقب التغلب على سان جوج في مباراه الاياب في الدور 32 من دوري ابطال افريقيا برباعيه نظيفه. يعني يمكن شفنا اداء كبير جدا من كل القائمين سواء على الجهاز الفني وايضا لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، والحقيقه ان مستر مارسيل كولر قرر ان هو يستأنف المران يعني دون راحه بالامس. طبعا يعني كان المران في تمام الساعه 6 مساء والتجمع في تمام الساعه 5 مساء. الحقيقه ان عقد مستر مارسيل كولر في بدايه المران يعني محاضره فيديو لكل اللاعبين يمكن اتكلم فيها او ناقش فيها نهاوند وفاروق كل الامور الخاصه بمباراه سان جورج. الحقيقه ان هو كان عنده واكثر من وجهه نظر فنيه الحقيقه عرضها على الجهاز الفني وايضا اللاعبين، ويمكن بقى عقب انتهاء من هذه المحاضره كان في مران استشفائي ومران خفيف لكل اللي شاركوا في مباراة سان جورج طبعا يعني أول أمس. الحقيقة ده طبعا للتخلص من الإجهاد وتخفيف كمان الحمل العضلي والبدني، ويمكن بقى الذين لم يشاركوا في هذه المباراة الحقيقة أن كان ليهم يعني تدريبات بدنية وتدريبات قوية، والحقيقة أن المران اختتم بتقسيمة قوية جدا لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا في هذه المباراة. خلينا بقى نقول أن مستر مارسيل كولر قرر ان هو يعني يمكن النهارده تكون راحه سلبيه للاعبين، وعلى ان يستأنف بقى يمكن غدا ان شاء الله الاثنين المران، وهيكون في نفس موعد مران الامس. التجمع هيكون في تمام الساعه 5 مساء والمران هيبدا في تمام الساعه 6 مساء، وده طبعا بقى استعدادا للمواجهات المحليه، ويمكن اولها هيكون مباراه النادي الاهلي امام ام بي في نصف نهائي كاس مصر في نسخته القديمه. المباراه هتقام إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من أكتوبر، هتقام في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة، ويمكن بقى مران بكرة هيكون هو يعني بداية الاستعداد لهذه المواجهة المحلية. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في نصف النهائي أمام طبعا نادي أم بي. خلينا بقى نروح لقطاع الناشئين. الحقيقه ان قطاع الناشئين يعني يمكن يا نهاوند ويا فاروق وتحديدا فاروق اكيد عارف النقطه دي ان قطاع الناشئين بيحقق نجاحات كبيره جدا. خلينا نقول ان يمكن كان في مباراه امس واول امس، يمكن مباراه الامس كانت لفريق 2008 اللي قدر ان هو طبعا يتغلب على المصري بنتيجه 3-1 على الرغم من المباراه كانت خارج ملعبه، يعني يمكن كان في اداء كبير جدا لفريق 2008، وبكده بقى بيكون فريق 2008 بيرفع رصيده ل 12 نقطه
من الفوز في 4 مباريات، والحقيقه يعني لم يخسر اي مباراه في هذه الجوله، والحقيقه ان دي امام المصري كانت الجوله الرابعه من بطوله الجمهوريه، وبكده بقى يعني يكون يعني فاز النادي الاهلي او فريق 2008 تحديدا او احرز 21 هدف وتلقى 4 اهداف فقط. اما بقى بالنسبه لاول امس كان فريق النادي الاهلي 2009 الحقيقه قدر برضو ان هو يفوز على نادي بلديه المحله بنتيجه 3-1، وكانت المباراه ايضا خارج ملعبه، وبكده بقى يكون رفع رصيده ل9 نقاط من الفوز في 3 مباريات والخساره في مباراه واحده فقط. ويمكن كده هو في عدد الجولات وتحديدا بنهايه الجوله الرابعه بيكون سجل 8 اهداف في يعني مجموع المباريات وتلقى 2 فقط في مرماه. نروح بقى للألعاب الأخرى، ويمكن يعني بطولة أو دوري أبطال إفريقيا لليد، يعني يمكن سواء سيدات يد الأهلي أو رجال يد الأهلي مشاركين في هذه البطولة، والحقيقة محققين نجاحات كبيرة جدا منذ افتتاح البطولة. خلينا نقول إن سيدات يد الأهلي بدأوا المباراة طبعا أو يعني كانت المباراة الافتتاحية أمام جرين دوسال أول أمس، فاز بنتيجة أو يعني فريق سيدات يد الأهلي فازوا بنتيجة 25-16، والحقيقة إن المباراة الثانية هتكون النهاردة في تمام الساعة 2 ظهرا أمام زيكو الكاميروني، هتكون طبعا بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 2 ظهرا، وبقى ختام المباريات هيكون غدا أمام بريميرو الأنجولي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خلينا يعني يمكن هايلايت المباراة إن فرح الشاذلي، يمكن إحنا يمكن كنا لسه أعلنا عن هذه الصفقة منذ أيام قليلة وانضمامها لصفوف فريق النادي الأهلي أو سيدات نادي الأهلي في صفقة يعني لمدة 4 سنوات. فرح الشاذلي بأول ظهور ليها بتيشيرت النادي الأهلي قدرت إن هي يعني تحصل على أفضل لاعبة في مباراة جرين دوسال طبعا في افتتاح مباريات دوري ابطال افريقيا لكره اليد. نروح بقى لرجال يد الاهلي وبذات البطوله او نفس البطوله، كان يعني الافتتاحيه في امام فاب الكاميروني، وفاز رجال يد الاهلي بنتيجه 33-18، ده كان طبعا في افتتاح البطوله اول امس الجمعه، وبعد كده بقى ثاني مبارياته كان امام بي ام سي بنتيجه 37-24، وغدا بقى هيكون ختام هذه المباريات امام جي اس كا طبعا في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت القاهرة. خلينا بقى نروح لكرة السلة، والحقيقة أن وصل يعني بعثة كرة السلة أو رجال يد السلة تحديدا للدوحة مساء أمس، يمكن ده طبعا للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة. وخلينا أقول لك يا نهواندو يا فاروق في نقطة هامة جدا، أن يعني مش بس جمهور النادي الأهلي بيؤازر فريق النادي الأهلي لكرة القدم، ولكن بيكون وراه في كل المباريات للألعاب الأخرى. الحقيقة بمجرد وصول فريق سلة يعني الأهلي مساء أمس مطار الدوحة كان في استقباله عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي، وكان برضو يعني يمكن في فندق الإقامة عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي كانت في انتظار يعني بعثة سلة الأهلي علشان يؤازروهم بقى في البطولة العربية. يعني النهاردة يمكن اللجنة المنظمة كمان في أولى المباريات أو في افتتاح المباريات أمام طبعا يعني فريق جامعة دجلة العراقي اللي هتقام اليوم على صالة نادي الريان في الدوحة، الحقيقة أن اللجنة المنظمة سمحت لجماهير النادي الأهلي بالدخول مجانا علشان يشجعوا فريقهم طبعا أمام الخصم. يعني يمكن ده لفتة أكيد كبيرة، والحقيقة خطوة كبيرة جدا من اللجنة المنظمة علشان يكونوا كل جماهير النادي الأهلي موجودين في الملعب لمؤازرة لاعبي النادي الأهلي للسلة في افتتاحية البطولة العربية. بنتمنى لهم كل التوفيق في طبعا. خلينا اقول لكم على سكواد النادي الاهلي اللي هيشارك في البطوله العربيه: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، عمر طارق، عمر عباده، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، ايهاب امين، مؤمن خيري، احمد مهيب، ومحمد ابو النصر، نور سكول، ومايكل فاكواد. يمكن ده السكواد اللي هيشارك في البطوله العربيه، بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطوله. اخيرا بقى خلينا نروح لانشطه اللجان، والحقيقه ان لجنه الشباب تحت طبعا او يعني تحت اشراف اللجنة العليا للجان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي وأكيد تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج، أعلنت عن بطولة عائلة الأهلي للشطرنج واللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. يعني كل بقى اللي حابب يشارك يقدر إن هو يقدم من دلوقتي علشان أكيد هتكون بطولة قوية جدا، ويمكن شفنا على مدار الفترات الماضية يعني يمكن لجنة الشباب لما بتعلن عن هذه البطولة تحديدا لجنة عائلة الأهلي للشطرنج بيكون فيها عدد كبير
كبير جدا من المشاركات. طبعا دي كانت كل الاخبار الخاصه بينا والاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وايضا استعدادات الفريق الاول لكره القدم ل يعني اولى مبارياته المحليه، وايضا يمكن كل فرقنا بقى الرياضيه الاخرى اللي مشاركه في عدد كبير جدا بطولات، بنتمنى لهم كل التوفيق. بشكركم جدا، عوده ليكم مره اخرى. يعني انا مش هقول تغطيه سريعه، انا هقول نشره اخبار سريعه جدا خاصه بالنادي الاهلي وطبعا فرقنا المختلفه، وكمان اللجان اللي انت تحدثتي عنها يا مريم. نشكرك كالعاده زميلتنا المتالقه يعني مريم.